ازيكم يا بنات، رجعت لكم تاني فيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس. ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وشوفوا الفيديو ده للاخر، لو عجبكم اعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. النهارده هتكلم عن صن بلوك مشهور جدا جدا وعامل دوشه كبيره من بوباي. والمنتج ده مصري مش موجود في اي حته غير في مصر، تمام. الصن بلوك ده صن سكرين، تمام. اللوشن يعني اللي هو المفروض يعني انه للبشره الدهنيه والمختلطه، مش الكريمي اللي بيبقى للبشره الجافه. الاس بي اف فيه 45، تمام. وهنا دي التعليمات والمكونات بتاعته، عشان لو انتوا حابين ثواني اثبت لكم شويه، عشان انتوا بتقولولي اثبت لكم الكاميرا على المنتجات على المكونات اهي. تمام. الصن بلوك ده بنات سعره مش غالي، انا جبته في العرض، فمش مش عارفه سعره كام بالظبط، بس هو مش غالي، تمام. وحجمه كويس جدا. مبدئيا الصن سكرين ده، سوري ان انا بقول صن بلوك او صن سكرين، عايزه بس اقول عنه حاجه. هو انا كنت سمعت انه بيدهنن على البشره وكده، مش عارفه يمكن عشان هو ده لوشن مش كريم، هو ما كانش دهني على بشرتي خالص، ما كانش بيعمل حراره اول ما احطه. يعني مثلا في صن بلوك اول ما تحطيه يطلع تخلي وشك كده كانه بيحرقك شويه، ده بيبقى في الاغلب صناعته مش حلوه، تمام. ده لا، كان خفيف على بشرتي، وكان كان ما بيسخنش على بشرتي، وما كانش ليه لون على البشرة، لا هو شفاف، تمام. هو ابيض بس لما بيتحط بيبقى شفاف، لكن انا ما حسيتهوش بصراحة في قصة انه بيحمي من الشمس ده خالص. يعني حسيت ان تأثيره مش قوي، بيحمي بس مش قوي. يعني بشرتي لا، اغمقت شوية من الشمس وايدي، ودي حاجة طبعا بتنرفزني، لان انا بتعب جدا على بشرتي، بتعب قوي عليها، فيعني الموضوع ده نرفزني شوية منه. لكن يعني هو كويس على قده، انا هستعمله في البيت، تمام، لكن مش هخرج بيه، خصوصا لو الجو حر لا مش هخرج بيه خالص. نصيحتي ليكو، انا بقول لكم بصراحة، بالنسبة لي المنتج ده محدش يشتريه لو عايز صن بلوك يحميه من الشمس. ماشي سعره رخيص وكل حاجة، لكن هو مش فعال، تمام. هاتوا الصن بلوك بتاع بايو بالانس اللي انا كنت عملت عنه ريفيو، ده اغلى منه بتمانين جنيه تقريبا او حاجة زي كده. والصن بلوك ده اللي هو بايو بالانس كان تقريبا 180، ده معرفش بمية ولا 110 حاجة زي كده. فيعني حطوا 80 جنيه كمان وهتجيبوا منتج تركي ونضيف وحلو وريحته حلوة وكويس جدا على البشرة. ده لا مش حلو خالص، مش حلو ابدا بصراحة. لو عايزين نصيحتي، انا مش عارفة هو من شركة ماكرو برضو، لا دي شركة جديدة، اوكي. بس هو عموما معمول له دعاية ممتازة على فيسبوك، يعني في دعاية ليه كبيرة، انا جبته من الدعاية. وفي بنات قالت لي اجرب صن بلوك سي، يبقى سعره رخيص، تمام. في كمان حاجة، هو بيرطب شوية حلو، فممكن استعمله كشوية كأنه مرطب، لكن انا ما بحبش استعمل الصن سكرين او صن بلوك كمرطب، لسبب لان المنتجات اللي فيها وقاية من الشمس شوية بتطلع حبوب، فانا مش عايزة استعملها كوقاية من الشمس، يعني كقصدي كترطيب. لا هستعمل واحد بقى يبقى تأثيره اقوى، عشان حتى لو طلع لي حبوب على الاقل هيكون بيحميني من الشمس، مش بس بحطه كده ملوش اي اهمية وخلاص. فبس يا حلوين، الصن بلوك ده انا هستعمله في البيت، خصوصا لما هستعمل كريمات تقشير زي اكراتين وكده، فهستعمله في البيت او لما يبقى الجو عموما حر قوي، غير كده مش هستعمله خالص. والبنات اللي هي بتقف في المطبخ كتير وتتعرض للحرارة بتاعة المطبخ، انتوا لازم تحطوا صن بلوك برضو، مهم، عشان ده بيغمق بشرتكم وجسمكم، تمام. فده كان الريفيو بتاع النهاردة يا بنات، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. بس ما تنسوش
لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير فيديوهات الجاية.